الو، السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم غادي نقدم لكم الطريقة باش غادي نخدمو. الناس اللي باغيين يتعلموا اللغة الفرنسية، دونك هذا هو الكتاب اللي غنخدمو عليه، لو فرونسي اون ايماج. نورمالمون نخدمو بثلاثة ديال الكتوبة، كاين واحد ديال لا غرامير، والاخر ديال كتاب اخر ديال قصص ولا اسئلة. اتوندي ان بيتي بومون سيفو بلا. دونك هذا غنخدمو عليه، غنخدمو كذلك على هذا سي. Voilà. أخدمو على هذا الكتاب تا هويا. دونك ضروري خاصني نبقى نصيفط لكم لي فيشي اللي من خلالهم غادي تبداو توجدو تاتوما في الدار. اكزومبل غنبداو بهاد القصة هادي ديال لو ريفي دو لافير. Bien sûr, encore ici, j'ai tous les moyens pour faire des modifications dans le texte, expliquer, etc. Voilà, je vais vous comment coucher. Exemple, maintenant, le soleil n'est pas encore levé. Je vais vous donner les verbes pour d'hommes, je vais vous donner les noms ou les pronoms pour d'hommes, maintenant. On va vous donner. Bon, maintenant, je vais vous donner. مثلا هنايا هذا لا فان ديال لو تيكست، سي جوست قصة صغيرة. نقدر راني نشرح ليكم ونتبع معاكم. مثلا هنايا نتبع نشرح لك شنو هو ايتترا، وهاد الفيشي هذا تقدر تاخذو كذلك نلوحو لكم في الواتساب باش تقدو تتبعو معايا. داكوغ، مثلا لو نيميرو اللي غادي نستعملوه غادي تصيفطو ليا النمرة ديالكم في هاد لو نيميرو ديالي أنا، باش نجي نزيدكم في الجروب اللي فيه غادي نلوح لي فيشي. تا هاد الفيشي هدا غادي نخدم وغادي نشرحو لكم، وبلاتي كاع باش تفهمو بالضبط. مكاينش هنا، كاين لابغتي اللي جي موديفي دوز أن أوتخ أوندغوا، ديزولي أن بتي مومون. بون نخرج من هنا كاع. اوكي، عندي بزاف ديال الكتوبه، لكن غادي نخدمو على غادي نخدمو على الجروب الاولاني ديال الكتوبه. بون، هذا هو التليفون اللي قلنا، نمره التليفون. بالنسبه لهنا باش نشرح لكم احسن، بالنسبه لهاد لو تيكست فيه لي نون وفيهم مشروحين، مثلا مزرعة لا فام، استيقاظ لو غيفي، لكل سي تو، الشمس سي لصولي، مثلا بالنسبة لي نو. اوكي، إلا شرحت لي نو غادي نشرح ليكم عاوتاني لي فيرب. لاحظتو دونك سي طريقة أحسن بكثير من داكشي اللي كتشوفو في لي زوطخ شان. أنا ماشي كنقص من قيمتهم، مي بون خاصكم طريقة أحسن. دونك بالنسبة لي فيرب هنا باغ إكزومبل، سولفي أو باس كومبوزي، دورمي أو بريزون، شونتي، هداك صاحة، لو كوك أو سودان لو كوك شونت، زوي أفواغ فان سي جائع، ريبوندر سي أجاب مثلا، حركة، وزافي دورمي، وأفيفو بيان دورمي، واش ناسو مزيان، عندكم أجابت لا فاش. La vache répond, ou répond la vache, l'âne ajoute, à d'abnis par les verbes. Adinchrach kedalek, la partie suivante, les y a des adverbes ou des adjectifs, c'est-à-dire sefat ou l'hel, matérinaya, la négation, ne pas, encore, soudain,
Bien, très bien aussi, ce sont des adverbes, des adjectifs. On a des parties et d'eau, on a des tous le bien, face mettre sur WhatsApp. Maintenant, on a des softs comme le texte bidou, on a des marques. Enfin, tu vois, on a des marques, le comme le texte qu'il faut ailleurs. Ben, je fais mon acteur qui veut je rendre. On fait un comme, et là, je vais adopter le WhatsApp, là, on a d'arôles et chasse comme tu bon, mais شرح لي كان شرح في الفيديو خاص يوصلكم في الواتساب باش تتوما تقرا مثلا غنبارطاجي معكم انا في الواتساب غنمشي للباتريوت هذا هو لو جروب ديالكم وغنلوحو كيف شتو غادي يوصلك هاد لو ريفي دو لا فيرم غادي نرجع بك لهنا غنمشي ولا دوزيام بارتي ديال لو تيكست هي عاوتاني غادي نبارطاجيها دونك من بعد ما خديتو هاد لو نيميرو خدوه غادي عاوتاني ندير سكرين لهاد لا بارتي دونك سي فريمون تري تكنيك لو عليكم عاوتاني لا دوزيام بارتي ديال التكست ياك باش تقراو وتحسنوا القراءة ديالكم هيا لحتى وغتوصل كل واحد غنزيدو في الجروب غادي تقرا مزيان لو تكست وغتصيفط لي انا لوديو ديالك وانت كتقراه كتقرا هنايا نرجع انكار ان اريير وغادي مثلا من بعد ما شرحت لكم في الفيديو وفهمتو مزيان نرجع لا بارتي الاولى هي غنخلي لكم هذوك لي مارك من بعد ما تشرحوا في الفيديو باش تشدوه مزيان دي كان حيده عندي فيها لو نو لي فيرب شتوها بلي نون ديالها وكلشي يعني باش تبعو الا حطو راه درت ليكم الارقام واحد جوج ثلاثة ايتترا جوسكا غنشوفو شحال ديال الكلمات الجداد اللي خاصكم تحفظوهم من بعد ما تحفظوهم خاصكم تستعملوهم في جمل اللي غادي تصيفطو ليا في الواتساب دونك انا بالنسبه للقصص غندير واحد بارتي اخرى ديال ليكسيونير هذا دابا كنشرح الطريقه باش نخدم معاكم اللي عجباتو ضروري خاصو يدخل معايا في العشان دونك هي والتاني غنصيفط لكم بالشرح ديالها سو فورم دو فيشي جباج شتو دونك هي التكست هادي اللي خاصك تقراه وتتبع مع لا فيديو هما الكلمات اللي خاصك تحفظهم نمشي عاوتاني لا دوزيام بارتي ديال هاد لابتيت هيستواغ بيان سور مبغيتش نصيفط لكم الكتاب كلشي بمرة لأن غنشرح لكم علاش أنا غنصيفطو في الآخر ملي غادي نسالي كلشي معنديش مشكلة نصيفطو لكم ولكن من الأحسن أنك تبع معايا بارتي بارتي وفي نهاية المطاف هاد القراءة كانت لي فيشي كاملين ولكن في لافان ملي غادي نساليو كاع الكتاب كامل غادي نصيفط لكم الكتاب كامل كل واحد فيكم نعاود اون اوت شوز الى ايتيل لو باتريوت ريك ولا تخبى هنايا هيا غادي نلوحو تاني هاهو عندك لو تكست لي دو بارتي دي تكست لي هما عاديين ايبوي ابخي عندك لي بارتي لي فيهم الشرح شحال الكلمات فيها نرجع دونك لهنايا شحال الكلمات اللي خاصك تحفظ انطلاقا مع هاد لابتي دي سواغ كتبان هادية فيها 58 كلمة كاغ فيها الأفعال بوحدهم بهادو كاغ هاد لاكولوغ وفيها لي زادفيرب لزادجيكتيف بهاد الخضر ولي فيو عندك هاد البلو فيه لي نو باش تفهم بالضبط في الشرح غادي دابا راه مكنشرح لا تكست لا حاجة غير كنوريكم هادي قصة ديال هذا المانيوال باش تعرفوا شحال فيه شحال في المانيوال في 128 باج صافي دونك حنايا في لاباج الاولى هنا وغادي تلقاو بلي راه سي فريمون اكسترودينير هاد الكتاب وكاين كتب اخرين غادي نديروهم ولكن نديرو كتاب بكتاب شويه بشويه بون نخرج من هنا وغادي ندخل لاباغتي اخرى
غادي نديرو مثلا ان ديكسيونير اون ايماج، غندخل لا بارتي اللي فيها الوليد عبد العزيز. ان ديكسيونير نرتونايا اوكي فرونسي اون ايماج. اوكي فرونسي اون ايماج كتسمح لك انك تحفظ الكلمات، حتى هو كتاب. غادي نبقى نصيفطو لكم بيان سور شويه بشويه، نشوفو شحال فيه من باج. فيه 84 83 باج، كيسمح ليا ناخد واحد العدد كبير ديال الكلمات. تا هو غنبقى نصيفط لكم نفس الطريقه. مثلا ناخدو الصفحه الاولى، ها هي كيلاحظو راه ستري كلير، يعني واضح بزاف، كتاب من البروغرام ديال فرنسا. على هادشي اللي غنشوف فيه، مثلا الفابي لي نومبر لي رون، وهنا عاوتاني الوسائل ديال الشرح. صافي مثلا هاد الفابي باردون، على الفابي لي نوم لي نومبر باردون، لو رون، لارجون، لا فامي، لو كور، لي فيتمون، لي اكسسوار، لي موتيف، يعني لي دومين هادو. كل مجال في واحد المجموعه كبيره ديال الكلمات اللي خاصك تحفظها باش تقد. مثلا بالنسبه للسبور هنايا في لاباج 27، نمشيو ليها في لاباج 27، في واحد العدد كبير ديال الكلمات غتحفظ نتا. لاباج 27 نشوفو هنا، باج 27 سي سي سينو نرجع شويه للور. بون ولا 21 باقي، 22 23 24 25 26 et 27. هاي لي سبور شتوهم باش تفهمو عاوتاني كيفاش غنخدمو هكا. غادي ديجا هادشي كامل مشروح. شنو غندير انايا مثلا؟ من بعد ما حفظناكم مثلا هاد الكلمات، غادي نغطيهم هكاغ وندير لك لا ديكتي. مثلا نقول لك شنو هي هادي في لا فيديو، انت غتجاوب. اصلا راه غادي نصيفط لك بنفس الطريقه هكا، نصيفط لك بنفس الطريقه اللي درت قبيله في الكتاب الاولاني. نصيفط لك هاد ليماج هادي اللي تحفظها في الدرس ديالك لي سبور. بيان سور يقدر تكون لاباج اخرى حتى هي لي سبور، لا على الباستون. دونك على الاقل حفظ هاد الكلمات هادو واستعملهم في جمل، وغتصيفط ليا في الواتساب عاوتاني. ولكن في نفس الوقت غادي نصيفط لك واحد لوديو ديال لا ديكتي كار افي لي زيماج. نقول لك شنو هي، خليك الوقت فاش تكتبها انا باش تفهموا مزيان الطريقه اللي غادي نخدم معاكم، اللي ما كايناش نهائيا في التا، ما غاداش تكون نهائيا في التا شان. اوكي نقول لك مثلا شنو هذا السبور هذا، ونخليك الوقت الكافي باش تقول الكلمه، ابوي غنخليك باش تشوفها ونقول لك الى صحه. نفس الشيء بالنسبة للثانية، نفس الشيء بالنسبة للثالثة، بالنسبة للرابعة، تاع الخامسة، السادسة، اتسيتيرا، داكوغ. وفي نفس الوقت نقد أنا جمال بالفرونسي خلال من خلال هاد الكلمات هادو باش نفهمك كيفاش غتستعملهم. يعني أي حاجة استفدناها ضروري دير فيها ديكتي، ضروري نتايا تخدم عليها. صافي باش ما تكونش أي فيديو، صافي نصيفط لك تتايا باش تخدم في الواتساب. نتمنى أنكم فهمتوا. دونك هذا بالنسبة ل هذا كامل فيه تقريبا شي 1000 كلمة، 2000 كلمة تقريبا في هاد الكتاب ديال الفوكابيلاغ. والآخر ديال لي تكست فيه لي بتيت زيستواغ بقى ديال لا غامار، يعني قواعد اللغة الفرنسية كي مكتوبة اللي هما ساهلين غنخدمو على واحد الكتاب. كنتمنى إلا عجبك هاد ال هاد لا بريزونطاسيون هادي أنك دخل لاشين، دير ابوني ودير لي لايك باش توصلك او يوصلك الدروس. وماشي غادي نبقاو فقط في هاد لي تخوا مانيوال لي تخريخ، وانما نخدمو على الاخرين بعد ما غادي نساليو معاك لغه استاذ اللغه الفرنسيه. ونفس الوقت رسام، غادي نخدمو حتى على الرسم مره مره باش نرسو شويه دروتين، نخدمو على لو بورتري.
ما تنساوش هادي هي لو نيميرو ديال واتساب اللي توصلت ليه بسميتو بالنمرة ديالو، غادي نزيدو في جروب وغنصيفط ليه كيفاش كاين واحد الشرح اخر بالنسبه للواتساب، كيفاش باش ما تعمرش الميموار ديال لاكارت ديالك، كيفاش دير. المهم نتمنى لكم التوفيق، وغدا ان شاء الله غنلوح لكم اول فيديو في هاد لاشين ديالي، اجي تقرا فرونسي مع حسين، او غادي نبدلو غندير لو باتريوت لار دو ديسان اي لابرانتيساج فرونسي. يلا ميرسي بوكو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.